استلم الكره انطلاقه من هنالك ميسن ماونت تطلبها وصلت لتريبيير كره خطيره للانجليز راح من هنالك تريبيير يلحق عليه كره خطيره كره خطيره كره خطيره تريبيير با 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 جول 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 يا له من تريبيير ويا له من يوكشو هدف اول في المباراه للانجليز هذه فرحه هستيريه وجنونيه في المدرجات هل بالله عليكم هل هناك احلى من هكذا سيناريو هل هكذا هناك احلى من هكذا بدايه وين الدفاع الطلياني وين كره ارضيه من تريبيير في القائم الثاني وحده لوكشو جول فعلها بكايه دوناروما جول لانجلترا امام ايطاليا بعد هذه اللعبه سامح لي اللغه العربيه الكره فين هنالك في الركنيه للطليان في القائم الاول با 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 جول بونوتشي جول بونوتشي جول يعدل الطليان في الدقيقة 67 من عمر المباراة الروح الإيطالية الإرادة الإيطالية العزيمة الإيطالية الإصرار الإيطالي القلب الإيطالي العقل الإيطالي المدافع الإيطالي هو الذي يعدل النتيجة في هذه المباراة بونوتشي فعلها وعدل إيطاليا تعود من بعيد إيطاليا لا تموت النهائي يشعل 67 دقيقة لعب بونوتشي يفعلها فورد في أول مخاركنية في أول ركنة بيراردي جول بيراردي وبيكفورد وجول ركلة الجزاء هاري كين ودوناروما كين ودوناروما كين وجول دوناروما وكين بيلوتي مرتبك تردد بيلوتي سدد بيلوتي وضيعها بيلوتي أمام دوناروما ماغواير ودوناروما ماغواير ودوناروما ماغواير با 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 سجلها يا بيكفورد يا بيكفورد كاديسون على يسارك يا دونا على رسارك يا دونا على رسارك يا دونا على يسارك يا روما على يسارك لولو ضيعها برناردسكي يساري برناردسكي صارت الأفضلية لإيطاليا الآن بعدما كان ما ضيع راشفورد دخلتم احتياطيان سانشو ضيعها مثلما ضيع راشفورد سانشو ضيعها مثلما بيكفورد راح يضيع جورجينيو جورجينيو با 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 با, با ضيعها أنت من تضيعها يا ابني ليس أنت يا ساكا ليس أنت يا بوكايو ضيعتها يا بوكايو ضيعتها يا بوكايو ضيعتها ودوناروما أنقذها وإيطاليا سيفوز بكأس أوروبا للأمم نعم إيطاليا سيفوز بكأس أوروبا للأمم دهشة كبيرة في المدرجات دهشة كبيرة في المدرجات